الحصى اليومي كنقدموه لكم من قناتكم شوف تيفي. اهلا بكم. نسالوا الحصاد بقراءه في العناوين: انتحار 50 في محطه القطار بالمحمديه، والمجرد يعود للمغرب، وارتفاع حصيله اطلاق النار في لاس فيغاس الى 58 قتيل. والى تفاصيل، ذكر بلاغ للديوان الملكي ان الملك محمد السادس استقبل اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومه ووزير الداخليه ووزير الاقتصاد والماليه ورئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات. وخلال هذا الاستقبال قدم الوزيران بين يدي الملك واستعرض خلاصات التقارير اللي كان امر بانجازها والمتعلقه بتنفيذ برنامج التنميه الجهويه الحسيمه منار المتوسطه، وهي تقارير اللي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال التنفيذ بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بان اتفاقيه موضوع هذا البرنامج قد وقعت امام جلاله الملك في اكتوبر 2015 بتطوان. ونبقاو شأن السياسي، ترأس الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا. وفي بداية أشغال هذا المجلس أثار الملك الانتباه لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الرعي في المنطقة القروية والجبلية، كما أعطى العاهل المغربي توجيهاته لرئيس الحكومة للترأس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة خلال الأشهر القادمة. كما صادق المجلس الوزاري على 3 مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وقد تم إعدادها تنفيذا للتعليمات السامية للملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية والقاضية بالعناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية. قام صباح اليوم الاثنين رجل في الخمسينات من عمره بالانتحار في محطة القطار بمدينة المحمدية، وحسب ما توصلت له شوف تيفي أقدم الرجل على الانتحار أمام قطار قادم من مدينة فاس ومتوجه نحو مدينة مراكش، حيث شهدته سيدة قدمت إفادتها للشرطة وهو يرمي بنفسه إلى السكة. القنبول اللعبة الخطيرة، لنتابع. مع اقتراب عاشوراء مجموعة من الأطفال الصغار كيقتنيوا ألعاب نادر وحتى تعرج، لكن للأسف كاين البعض اللي كيختار المفرقعات أي ما يسمى بالقنبول، وهذا الشيء اللي كيكون خطر عليهم، ورغم ذلك كيفضلوا يلعبوا به. كيتستعمل الأغلبية في الأحياء الشعبية، وهذا الشيء اللي خلى مجموعة من المواطنين المغاربة يتشكوا من هذا القنبول اللي أصبح خطر على الأطفال وحتى على الساكنة. بالنسبة فهمتي القنبول راه سي انتيغدي، إلا جيت من واحد الكوتي سي انتيغدي. في وقتنا حنا راه كنا كنبداو القنبول حتى ديك النهار ديال عاشوراء، دابا 15 يوم قبل وأنت مصدع 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 فهمتي. وفيه كاين شي حاجة لي نيجاتيف بحال تكون ديزا شي حاجه بوزيتيف، تكون ديزا مره ولا شي حاجه تيلوحوا قنبوله تقدر تفانش. احنا دوينا على فهمتي بحال حنا بعدا عندنا في ريزيدونس فين ساكنين مراه حامله ديزا الدراري كيلعبوا لا حوزيدانه مسكينه مشى لها الاول، هذيك قايد المقاطع وداك الشيء هذيك عاوتاني شكل اخر فهمتي. قنبول المغرب المغرب ما يبقاش يدخل قنبول ما يبقاش يدخل المغرب حيت هما اللي كيدخلوه اصلا كاينه ولا لا؟ ايه شيش غيدخل مي تكون بواحد الكونتيتي قليله وديال 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 اللي يمشي راجل بعقله ويحوي ياخذوا فهمتي النيميرو دو لاكارت ناسيونال وداك الشيء. وقعت شي حاجه راه بين شكون اللي ياخذ غيجيبوا بنادم كله غيحقوا معاه، ماشي كتدخل بواحد الكونتيتي كبيره كتمشي. المهم هادشي اللي كاين، هادشي اللي تيديروا ماشي معقول، هادشي ديال القنبول والتفرقيع وداك الشيء. وكاين مرا حامله كاين بزاف تيبرسطونا بزاف هنا في هادشي ديال التفرقيع، ما تيخليوناش نعسوا والوالدين تيهضروش مع ولادهم، وخص الوالدين ما يشريوش لولادهم هذاك الشيء. يعني كاين مشاكل في هادشي، وخص الناس اللي مكلفين بهذا الشيء خصهم يمنعوا هذا الشيء، ما خصوش يكون. هي كاين عاوتاني مرا حامله، كاين واحد ناعس. عاونا ديما، وكاين اللي مراوات حاملين، كاين اللي دري صغار، بحال الدريه دابا غادي معاه في الطريق وكتسمع التقنبيل وهذي، راه ضروري ما ديرون جات تخلع وهذي، هادشي راه ما خصش يكون هادشي. لا بحال هاد الوقيته هادي ما كنخرجش، الوقيته ديال القنبول وديال هذاك ما كنخرجش. ريسك على الدري الصغار وهذي. نتمنى مسؤولين بحال هادشي ما خصش يدخل البلاد، أول حاجة خطيرة على الدراري الصغار،
ولا المراوات حاملات، ما خصش يكون ابدا هادشي. كاين شي عيالات عاوتاني الفكر ديالهم ناقص بزاف، والمراوات اللي واعين ما كيفكروش بحال هكا، كيفكروا شي حاجه ايجابيه، شي ايجابيه ديال الدراري الصغار، شي حاجه اللي تعلموها، حاجه ديال تعلموها بحال دابا هادي. هي دابا قفزات، هادشي مستحيل ما خصش يكون هادشي. وكنا كنطلب من الدوله اول حاجه، كريم كنطلب من الدوله ومن الحكومه هادشي، خاصهم يبانوا هاد الشيء المفرقعات وهداك الشيء ديال الميش وهداك الشيء ديال هذاك الشيء، خطير على الدراري الصغار وخطير على المراوات وخطير على كل شيء. للاسف اطفال صغار كيغامروا بحياتهم وكيفضلوا يلعبوا بالنار والقنابل في غياب تام للتربيه والتوعيه من طرف ابائهم، وهنا كيطلبوا السكينه ديال الاحياء الشعبيه من الناس المسؤولين ان هذا القنبول يتحبس وما يبقاش يدخل المغرب، حفاظا على سلامه الاطفال وحتى سلامه المواطنين من المخاطر اللي كيتعرضوا لها. علمت شفتي من مصادر مطلعة أن الفنان المغربي سعد المجرد غادي يعود للأرض الوطن قريبا بعد ما أسقطت العدالة الفرنسية تهمة الاغتصاب في حق المعلم. وأضافت المصادر من قلب فرنسا أنه من المنتظر أن يعود سعد المجرد للمغرب خلال نهاية شهر أكتوبر الجاري أو بداية نوفمبر القادم كأبعد تقدير. وإلى شأن الدولي، عن المسؤول الشرطة في لاس فيغاس يومه الاثنين ارتفع حصيلة ضحايا إطلاق النار في هذه المدينة الأمريكية إلى 58 قتيل و515 جريح، في حين كانت الحصيلة السابقة أشارت إلى سقوط 50 قتيل فقط. ونختم بشأن الرياضي، الملاكم المغربي محمد حمود يحكي لشوف تيفي تفاصيل الاعتداء اللي تعرض ليه. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر الإخوان اللي وقفوا معايا، وكنشكر السي الحاج جوبي، وكنشكر بزاف ديال الناس مصطفى الكندالي، وكنشكر بزاف ديال الناس اللي وقفوا معايا، جميع قدام الملاكمين. وانا دابا بغيت نوقف، خاصني ربعه يعاونوني، ما كنقدرش نوقف لما كانوا شي ديك الربعه. كنتمنى من الله يشافيني، ومبقيتش كنبقيتش باغي نشوف ولدي كيتحدوا معايا، ولدي عدو جنب، مبقيتش كنشوف، مبقيتش باغي نعاود نشوفهم كيتحدوا معايا. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. طعني بواسطه السكين وشير عليه اليد اللي كان بغا يزيدني طعنه اخرى، وبقى غادي كيغمني جدي الطعن انا وجلس الارض، بقى غادي كيغوش، انا قتلت لكم بطل، انا قتلت لكم بطل، غادي كيغوش في الحي ديالنا، انا قتلت لكم بطل، كيغوش وكيغوش، انا قتلت لكم بطل. الحمد لله، الحمد لله، ما بينو وبينو والو. شحال من واحد كيستغرب كيقول لي اش بينك وبينو، انا ما بينو وبينو والو، هو ابن الحي ديالنا، كنت كنحتارمو كبر مني، كنديرو بحال الاية شو الناس كنحتارمو، انا صغير وكبير كيعرفني، كاع ممكن اهدي شي واحد، ممكن نهضر مع شي واحد، لونطريما الدار، الدار لونطريما، حتى الحي ديالنا ممكن يجي ليا، وانا كنت في المعسكر من 2009 قليل اللي كيعرفني. انا اللي مخلاني من المسوج، لان لمسيتو الحكم غيتجه ضدي، غادي يقولك الحكومة كيما كيقولو ما عندك سلاح في يديك. لو استطعت ضربتي باليد ديالك غيقول لك غتجي فيه شي ضربه، الله يستر، يقدر تهرس لنا مشوار، سرط لسان ولا شي حاجه، والمسؤوله كامله مردوده عليا، وانا رب اسره ما يمكنش ندير هذا الشيء، وغيتسمع ديال الاخلاق لا والو. الحصاد اليوم انتهى، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.